الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أعزائي المستمعين، بعد أن وقفنا على حقيقة المعية، ووقفنا كذلك على حقيقة الفوقية وما إلى ذلك من معان، يجدر بنا الآن أن نقف على هذه النقاط المتعلقة بالعلو أو الفوقية التي قمنا بشرحها. والآن في هذا الدرس الخامس من دروس هذه الوحدة الثانية من دروس مادة التوحيد، نقف على أنواع العلو وأدلتها. العلو قد عرفنا معناه، والآن نقف على هذه الأنواع مقرونة بالدليل. يعني عندما نقف على مفهوم المعية ومفهوم العلو، وأن الله فوق العرش وفوق عباده، وأنه محيط بهم وهم لا يحيطون به، نقف الآن على هذه الأنواع التي وردت في القرآن الكريم، وهي جميعها تبين لنا مفهوم علو الله على خلقه. وهذه أنواعها، هذه الأنواع وردت بنصوص من القرآن الكريم، وتنوعت آيات الله المحكمة الدالة على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه وفوقيته على عباده. ذلك أن هذه النصوص كثيرة متعددة، وهي تزيد على 20 نوعا من هذه الأدلة، ولكننا لا نستطيع إقصاءها لضيق المقام، وإنما فقط نكتفي ببعضها. ومن هذه الآيات والأدلة التي تؤكد لنا أنواع العلو، الأول التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، بمعنى أن الحق تبارك وتعالى صرح في هذه الآية التي تؤكد على أن الله فوق عباده، وقد قرنها بحرف من، وهنا هذا الحرف يفيد ويعين لنا الفوقية بأنها فوقية ذات، الله فوق عباده بذاته. وهذه الآية هي قوله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، أي أن الله فوق عباده بذاته. وأيضا من هذه الأنواع أن الله تبارك وتعالى ذكر هذا العلو، ذكره مجردا عن الأداة، كقوله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. هنا الفوقية هنا مجردة من الأداة، ذلك أنها تصرح بأن الله فوق عباده بذاته. أيضا النوع الثالث التصريح بالعروج إليه، ومعنى العروج لا يكون إلا إلى علو، فالله تبارك وتعالى أعلى الخلق وفوق العباد، وهنا يصرح الحق تبارك وتعالى بعروج العباد إليه، ومن هؤلاء العباد الملائكة، فقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. عروج الملائكة لا يكون إلا إلى علو، والله فوق عباده. كذلك من أنواع هذه العبادة من هذه هذا العلو التصريح بالصعود إليه، الله صرح بأن الأشياء التي يقوم بها العباد كالدعوات واللجوء إليه، والنجوى التي يتقدم بها العبد إلى ربه فيناجيه يصعد إليه. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله تبارك وتعالى هنا أكد على صعود الكلام إليه، ولا يكون الصعود إلا إلى علو. كذلك من بين أنواع العلو التصريح برفعة بعض المخلوقات إليه، الله يرفع إليه بعض المخلوقات، بعض العباد، بل رفعه الله إليه، أي رفع عيسى عليه السلام، ليؤكد على أن هؤلاء الذين ادعوا قتله بأنهم ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل إن الله رفعه إليه. ومعنى رفعه إليه أي صعدت روحه وجسمه حقيقة، كما يرى العلماء قولا واحدا على أن عيسى عليه السلام قد صعد إلى ربه بجسمه وروحه معا، وهذا الله أكد فيه، كما قال في الآية الأخرى من سورة آل عمران: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الله أكد على هذه الفوقية، وأكد على أن عيسى سيرفعه إليه، وبالفعل أيها الأعزة. أيضا من أنواع العلو وأدلته التصريح بالعلو المطلق،
يعني الله أكد أنه فوق العباد، وأن علوه مطلقا ليس مصحوبا بدليل بنص أو مصحوبا بحروف، إنما هو مجرد دلالة على أن الله تبارك وتعالى مؤكد لمراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا. الله عز وجل على فوقه على عباده بذاته وبقدرته وبشرفه. قال تعالى: وهو العلي العظيم، العلي العظيم. وقال: وهو العلي الكبير. وقال: إنه علي كبير. هذه الآيات تؤكد على علو الله بشرفه وعلو الله بذاته وعلو الله بقدرته. كذلك أيها الطلاب الأعزة، من بين أنواع العلو التصريح بتنزيل الكتاب منه. الله أنزل الكتاب، وما دام الكتاب قد نزل فإنه قد نزل من أعلى، والله تبارك وتعالى هو منزل الكتاب، وما دام الله قد أنزل الكتاب فهو أعلى، كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. العزيز العليم، تنزيل، والتنزيل لا يكون إلا من علو. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هناك تنزيل من العليم وهناك تنزيل من الحكيم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو العليم بأحوال عباده، فقد أنزل لهم ما يصلح أحوالهم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. القرآن نزل من عند الله وقد نزل منجما، والتنزيل لا يكون إلا من علو، كما أن من صفات التنزيل أنه من العزيز الحكيم، أي الذي يضع الشيء في موضعه. كذلك من أنواع العلو ما جاء في قوله تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. إن صفات الرحمن هنا، الرحمن الرحيم، وصفات الله العزيز والحكيم والعزيز والعليم، كلها تؤكد على أنه علو مكانة وعلو شرف وقدر تبارك الله رب العالمين. وكذلك قوله تعالى: حميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. هذه الآية تؤكد على علو الله على خلقه، ذلك أنه قد صرح بتنزيل الكتاب من عنده، وما دام قد نزل الكتاب فلا يكون النزول إلا من علو، وقد أنزله الله تبارك وتعالى في ليلة مباركة هي ليلة القدر، وفي شهر مبارك هو شهر رمضان، وهو من عند الله الواحد القهار. والعندية هنا عندية تشريف وتعظيم. كذلك من أنواع العلو وأدلته التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. لقد صرح الحق تبارك وتعالى بأن بعض المخلوقات عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله تعالى: إن الذين عند ربك. وعندية العباد عند الحق تبارك وتعالى دلالة على أنه حكيم خبير وأنه عال على خلقه. أيضا قوله تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، أي من عند الله عز وجل في مستقر عطائه وكرمه. وعندية الله هنا معناها أن الله عال على خلقه، وأن الخلق يصعدون إليه كما ورد في الآيات السابقة. أيضا من أنواع العلو وأدلته التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، وقد سبق وأن شرحنا معنى استواء الله على خلقه، أي أنه فوق عباده، وأنه هنا قرن الاستواء بعلى، وحرف على يفيد العلو، مختص بالعرش الذي قال فيه تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وهذا العلو هو أعلى المخلوق، وهذا العرش، هذا الخلق من خلق الله، وأعلى المخلوقات، والله فوق هذا العرش. وهنا جاء مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. قال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هنا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على فوق خلقه وعلى فوق عرشه كما جاء في الآيات السابقة.
أيضا وأخيرا نقف هنا على هذا النوع من أنواع العلو بدليله، وهي ومن هذه الأنواع أن الله عز وجل أخبر عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات. ونعلم جميعا عناد فرعون أمام موسى عليه السلام، وقد ظن فرعون أنه الرب. لقد كان فرعون يكذب بالله الواحد القهار ويظن أنه أي فرعون هو الإله، حتى إنه قال لهامان وزيره كما جاء في القرآن، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. هذه الآية تؤكد على اعتراف فرعون بأن الله فوق الجميع وفوق العرش، لدرجة أنه طلب من هامان أن يبني له صرحا. ظن فرعون أن بيد هامان وزيره أو بقدرة هامان وزيره أن يبني له مصعدا ليصعد به إلى رب العزة، وما ذلك إلا اعتراف من فرعون بأن الله فوق العرش وفوق العباد جميعا. وبذلك نكون قد وقفنا على بعض أنواع العلو مقرونة بأدلتها في هذا الدرس المبارك. ألا فاعتبروا يا أولي الألباب.